الإخوة أعضاء الأمانة العامة حاضرين في هذا اللقاء، وغين أولا نوجهكم تحيات لهذا المؤتمر الذي ينعقد في ظروف جد خاصة خلتنا نديرو في القاعة ديال الاجتماعات في المقر المركزي، بعد ما كانوا خواتم الإخوة أنهم يفكروا باش يديروا مؤتمر تأسيسي في مقر غرفة التجارة بريدة. ما غاديش حسي محمد، ما غاديش نطول عليكم، لأن اليوم كاين اللقاء ديال المنتخب الوطني اللي كنتمناو له كل التوفيق. طبعا حنا باغيين الفريق الوطني ديالنا ينتصر، ولكن حتى لو ما انتصرش حنا ماشي حماص هذا الموضوع، نحملوا هذا الماتش اكثر ما يحتمل، وما غادي نحضروا به لا غير السيف. وحتى قضيه ديال الصحراء راكم لاحظتوا بان السي الرئيس ديال مصر دار تصريح يعني ظروف جد دقيقة بمناسبة زيارة ديال المسؤولين ديال القطر الشقيق اللي في شرق المغرب، كأيد الوحدة الوطنية وكأيد المسلسل ديال تسوية هذا النزاع الإقليمي. حنا نتمنى أننا نربحوه، ولكن تا نربحونا ما عندناش مشكل فقط.